75 كيلوغرام طبعا بين السوري غصون والجزائري النموش الذي الجمعية تعلق عليه الكثير من الأمال من أجل حصد ميدالية ذهبية أخرى تضاف إلى رصيد الملاكمة الجزائرية طبعا التي تبدو غزيرة بالميدالية. طبعا شهدوا هذه القوة اللي الملاكم السوري الذي ربما يونس لتقديم أفضل إمكانياته في هذا النزال الذي لم يبقى منه الكثير على المشي الهجوم والتركيز من أجل تسديد لكمات مباشرة. نعم سلسلة من اللكمات للمهاجم النموشي الذي يريد خلخلة وزعزعة التركيز. طبعا الجولة الأخيرة انتهت فعلا للبطل السوري الذي أدار الكثير من الإمكانيات ويستحق بجدارة واستحقاق الميدالية الذهبية التي ربما توج بها في هذه الأثناء. وأكيد أن النموشي هو الآخر قدم مستوى رائع جدا وأكيد بأن الملاكمة الجزائرية تواصل ربما تواصل تألقها ميدالية رياضية بدون شك أكيد مضاف إلى رصيد الملاكمة.